السلام على سيدنا محمد الشيخ الأمين عليه الصلاة والسلام. وارض اللهم على الصحابة والمؤمنين وعلى الصالحين من هذه الأمة إلى يوم الدين. آمين أجمعين. أولا وقبل كل شيء أرحب بك سي رشيد في ملحق مالك بن نبي في تكوين مديري ومفتشي التعليم الابتدائي. طبعا نحن متواجدون بهذه الملحقة اليوم 28 أبريل 2019 في مناقشة مذكرات التخرج. طبعا بدأت العملية منذ صبيحة اليوم على الساعة 8 والعملية متواصلة. هذه المناقشات علمية تكللت بملاحظات وزدات للسادة المتكونين، حيث حضر معنا جمع كبير كذلك من السادة المؤطرين من ولاية برج بارير، من بوسعادة، من مشينا هنا. ونذكر على سبيل المثال زميلي المحترم سي راب حريز اللي راه ان شاء الله راه عنده مشروع دكتوراه في علم النفس التربوي، نستفيد جميعا. وقد تناقشنا في البحث العلمي عموما، وكانت الاستفاده للجميع حيث نتناولها ميدانيا، خاصة المواضيع التي لها علاقة بالجانب التربوي كالتسرب المدرسي، كالتحصيل، كالمعالجة البيداغوجية اللي راها موضوع الساعة، اللي بواسطتها نأخذ بأيدي التلاميذ المتدنية نتائجهم، وطبعا بواسطتها أيضا نصل في بر الأمان لأطفالنا ويدركوا إن شاء الله أخطائهم إلى غير ذلك. ونتمنى إن شاء الله أن هذه الملحقة تصبح معهدا مستقلا لتكوين وتحسين مستوى مستخدمي التربية. وهذا لا يتأتى إلا طبعا بمجهودات الجميع، ولذا أغتنم هذه الفرصة كذلك لنناشد السلطات المحلية والوطنية لاسترجاع مكانة هذا المعهد الذي كان يسخر وبإطاراته ومعارفه. إن شاء الله في المستقبل يكون أحسن من هذا.
مرحبا بك مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خير خلق أجمعين. ما بعد سي رشيد، مرحبا بك معنا في ملحقة التكوين ملك بلو نادي سيدا. هذه الملحقة التي تهتم بتكوين فئتي مفتشي التعليم الابتدائي وكذلك مديري المدارس الابتدائية. في البداية أضم صوتي إلى صوت السيد المفتش مسجم الحملاوي على ضرورة اهتمام بهذه الملحقة من طرف السلطات المحلية وكذلك من طرف مديرية التربية لجعلها معهد لتكوين إطارات التربية على مستوى هذه الجهة. اليوم حضرنا تخرج هذه الدفعة بعد مناقشة مذكرات التخرج التي اتسمت في الحقيقة بمواضيع جديدة، مواضيع تهتم بالتسيير الإداري والتربوي. ولا يخفى عليكم سيدي أن التكوين المتخصص برتبة مدير مدرسة ابتدائية يمتد لسنة تكوينية كاملة على سداسيين، حيث يتلقى الطلبة المديرين معارف مهارات وكفاءات في مجال التسيير الإداري، مجال التسيير التربوي والتسيير البيداغوجي، وكذلك في علم النفس التربوي وعلوم التربية. على كل حال نبارك للطلبة بهذا النجاح وفي التخرج، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في مهامهم المستقبلية وكذلك الارتقاء إن شاء الله بقطاع التربية إلى الأحسن. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. للعلم فقط سي رشيد أن فئة مفتش التعليم الابتدائي هنا تتواجد ثلاث ولايات، ولاية مسيلة، ولاية برج بوعريريج، وولاية باتنة. باتنة باتنة جاية مديرية متوسطة، مدير متوسط، حيث هذه الولايات استفادوا من تكون في هذه الملحقة وهم يعني مهتمين بالتكوين. لماذا؟ لما له من أهمية في الميدان عموما. وأخيرا نتمنى للجميع مسار مهني حافل بالنجاحات، ونتمنى لهم إن شاء الله يكونوا ناجحين في الميدان، والتواصل بيننا إن شاء الله وهذا الجانب المعرفي كلنا نتكامل ولا نبخل بالتكوين يعني بالحقيقة، وكلنا نحتاج للتكوين. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لكم. اسمحوا لي في البدء الأول أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المتكونين مفتشي التعليم الابتدائي دفعة 2018-2019 أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة المعهد مديراً وموظفين على إشرافهم وتنظيمهم لهذا الحفل المبارك من جهة، وعلى مرافقتهم لنا طيلة سنة كاملة من التكوين سبحنا خلالها في بحر العلم، فاكتشفنا منه ما يحلو وحققنا في أجواء التثقيف والمعرفة والعلم، فكان لنا ما يعيننا على أداء رسالتنا على أكمل وجه وأتم بيان، ومكرمين في نفس الوقت وشاكرين وممتنين لكافة أساتذتنا الأفاضل ومفتشينا الكرام، كذلك الذين أناروا يعني دروبنا ومهدوا سبلنا وأشرفوا على تكويننا، فلهم منا كل الاحترام والتقدير على ما بذلوه من مجهودات مثمرة وما قدموه لنا من نصح وتوجيهات داخل المعهد وخارجه. نسأل الله العلي القدير أن يجزيهم عنا خير الجزاء. يقول سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الأفاضل، يأتي حفلنا هذا خاتمة نسك لما حظينا به في معهدنا الغالي ملحقة مالك النبي طيلة هذه السنة 2018-2019، وإنه لا يعز علينا فراقه، وكيف نقدر على ذلك وقد سجلنا فيه ذكريات جميلة ستظل راسخة في الأذهان. ولكن قديما قيل: ليس لنا في الأمر حيلة، فقد آن الأوان كي نلتحق بأعمالنا التي تم إعدادنا لأجلها، وإن خير ما نتواصل به هو الإخلاص والصدق، وأن نكون إضافة إيجابية تنير الحقل التربوي
وتزهو به وتسمو به. أشكركم جميعاً وأشكر السيد المدير على حضوره والسيد مفتش التربية الوطنية كذلك على حضوره وتشريفه لحفلنا وكل سادتنا المفتشين المقدرين كل باسمه ومقامه على حضورهم حفل تخرجنا هذا. بارك الله فيكم جميعاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمجال المجابعة بالحيرة بالقلق اليومي بالأجباش بالملاهج كلها إن شاء الله في وقتها. وهذا ما وصلنا لي والحمد لله. دين في بالي شيء أننا لسنا معكم فقط، أنا مع فئات أخرى تكوين بحيث أنتم لما تديروا لفاكس متاعكم داخل معهد عندنا فئات أخرى لجهة مصر وعندنا النواب الفلسطيني يتكونوا قريب. ثم ما عندناش غير هذا، عندنا كذلك بالنسبه للاساتذه تاع ثانوي ومتوسط. اذا باسم المعهد الملك الجديد عندنا فئات كثيره على كل حال تكون مقابلات صاروا في الجروب يزيد كونسونسون كونسونسون فريزون تكون الدفعه هذه حاليا اللي كان 15 تمنيت على اساس ان الزملاء يتعلمونها انهم يعطونا تسميه للدفعه. هذا ما يخص، لكن نعطيهم تقديم لشيخنا ان شاء الله على خمس دقائق عشر دقائق ان شاء الله نعلن بها. وحنا ان شاء الله السعودي ما فيها الخمس والحمد لله على اساس الفكر السليم. اتمنى لان كل المجموعه اللي كانت هنا استفادت من الجانب العلمي والتربوي والثقافي في نفس الوقت، بحيث كانت البرمجه دائما صعبه شويه نوعا ما باش يوفر ما بين كل الفئات وفي الاوقات اللازمه. بود اشكر الزملاء الاساتذه المؤطرين سواء من مفتشين او مديرين اللي كانوا معنا طول الوقت ورافقونا في العمليه هذه والان اللي وصلوا بها الان النجاح، لانهم بهم هما اللي وصلنا الى نهايه التكوين بسلام والحمد لله. الان اقول لو كان لهم الفضل كثير ماهوش الاداره لنا احنا ماهوش الاداره لنا احنا، رجع لهم الفضل الكل الزملاء المؤطرين لأنهم كانوا دائما يستجيبون إلا بالأخوة والعلاقات الطيبة وبالمراسلات ما بين بعضنا البعض وفقط، وليست بأوامر أو ربما إداريات أو شيء آخر، بل بالعكس بالأخوة فقط. هذه مشكورين على هذا وقدموا عنا عليهم وإن شاء الله نتمنوا لهم الصحة والعافية إن شاء الله. كذلك كنت أشكر الزملاء والإخوة الآن وأقول لهم هنيئا مسبقا على اساس انه ان شاء الله قريب النجاح باش يرجعوا الاماكن تاع العمل تاعكم ان شاء الله سالمين. اقول لهم شكرا تبارك الله فيهم على اساس الصبر اللي صبروا معنا ولو قلقناهم شويه وكنا معهم شويه نوعا ما قاسيين، لكن دائما النصح العامه ينبغي باش نعمل لكم ذلك. شكرا على كل حال تبارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. ايها الساده الافاضل، ايتها السيدات الفضليات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. في البدايه لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل الى الطاقم الاداري بقياده الشيخ حمالي والطاقم الاداري ايضا بقياده الشيخ نصاش الملحقة المجاورة، نقول لهم شكرا لكم على ما قدمتم من أجل تكوين إطارات التربية، تكوين السادة المفتشين وتكوين السادة المديرين وأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي، دون أن أنسى بطبيعة الحال السادة المؤطرين الذين بذلوا جهدا معتبرا في تكوين هذه الإطارات التي نرجو أن تطلع بتكوين النافئة. وما أدراك ما النافئة؟
الناس التي قال فيها رائد النهضة الجزائرية عبد الحميد بن باديس: يا نشر أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. نشكرهم جميعا على الجهد المبذول، ونقول لهم إن المسؤولية كبيرة، وإن ربما ما ينتظركم هو صعب جدا في الميدان. عليكم أن تكونوا في المستوى الذي وضعته فيكم الدولة الجزائرية، عليكم أن تكونوا مفتشين بأتم معنى الكلمة، عليكم أن تكونوا مديرين بأتم معنى الكلمة، عليكم أن تهتموا بتربية النشأ. وما أدرك ما النشأ؟ لأننا نرى في هؤلاء، نراهم دائما هم مستقبل الجزائر، مستقبل بلدنا، هذه الأمة الجزائرية التي ضحى من أجلها مليون ونصف المليون من الشهداء الأبرار. دون أن أنسى أيضا هؤلاء السادة المفتشون، السادة المفتشين الذين ربما قاموا بهذه العملية أو تحضير هذه الاحتفالية الرائعة جدا. وقد كنا في البداية، عندما التقينا في بداية السنة، كنا نقول: ما أطول هذا العام. الآن نقول ماذا نقول؟ نقول ما يقوله، ما قاله الشاعر. وقد كنا نخشى، وقد نكون وما يخشى تفرقنا، فاليوم وما يرجى تلاقينا. ها نحن قد أنهينا هذه السنة الدراسية، أنهيناها بجد ونشاط. نشكركم جميعا على ما قدمتم وعلى ما قمتم بهم. ما نتمناه هو أن نراكم في الميدان ناجحين مخلصين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في البداية بلغنا بالغ الأسى والحزن، بلغنا وفاة الزميل الشيخ البختاوي السعودي الذي وافته المنية البارحة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بروح الواسعة، وأن يسكنه فسيح جنانه. إن لله وإنا إليه راجعون. لقد فقدت أسرة التربية رائدا من رواد التربية، ألا وهو الشيخ البختاوي الذي ربما قدم الكثير في مجال التربية، قدم الكثير للمعلمين والمعلمات خاصة في مجال التقويم. لهذا وبهذه المناسبة الكريمة أرسعينا أن نطلق على خريج هذه الدفعة 2019 من مفتشي التعليم الابتدائي ومدير المدارس الابتدائية اسم الشيخ بختاوي السعودي. إذا نتمنى من الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يتغمده فيما عنده، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.